راح اتكلم بسرعه عن ارقام وتوقعات لسعر بيتكوين وايثر. طبعا بيتكوين وايثيريوم يكونون معظم القيمه السوقيه للكريبتو. هذا معناه اذا صعدوا كل شيء يصعد، واذا نزلوا كل شيء ينزل. وايضا راح اتكلم عن معنى دخول مؤسسه ضخمه للسوق هاي وتاثيره على الكريبتو، خاصه على البيتكوين. نتكلم بعد الفاصل. راح القناة منصة إيفست عندها عرض بونس 100% على أول إيداع لكم لفترة قصيرة نهاية الشهر فقط، فروحوا للرابط بالدسكريبشن عم تعرفون المعلومات الإضافية. يعني إذا خليت $1,000 تاخذ مقابلها بونس $1,000 للتداول. بس أيضا يعني عرفوا التفاصيل الكاملة مع من خدمة العملاء. أيضا خدمة تيب رانكس الآن مجانية لفترة محدودة، هاي يعني تعطيكم تقييم الأسهم، الأسهم الأشهر حاليا، يعني الأسهم الأكثر حركة والأسعار المستهدفة. هاي برأيي آلاف الخبراء بس توجد أنواع الأسهم والمؤشرات والعملات الرقمية. خلينا نبدأ موضوعنا ببلاك روك اللي هي أكبر مؤسسة استثمارية بالعالم. تكلمنا عنها، هاي تدير 10 تريليونات دولار. هذا النوع من المؤسسات حذرين جدا لما يستثمرون بأي مجال أو يتيحون لعملائهم الاستثمار. يعني إذا هم يتيحون شيء معين للاستثمار معناهم يعني عندهم ثقة به. قبل أسبوع تقريباً اتفقوا ويا كوين بيس المنصة الأمريكية حتى يتيحون لإحدى منصاتهم اللي اسمها ألادن إنه يعني يستعملون كوين بيس برايم اللي هو الخاص للمؤسسات. والناس شافوا هذا الموضوع فالتطور مهم واعتماد جديد للبيتكوين. بيومها سهم كوين بيس المنصة الأكبر في أمريكا للتداول الكريبتو ضعفت، لأن من بلاك روك تشتغل وياك هاي شغلة ضخمة. بس بلاك روك موقفوا هنا، أعلنوا أيضا إتاحة الاستثمار لكبار المستثمرين والحيتان مباشرة بيتكوين عن طريقهم، وهذا يعتبر تغيير كبير في سياستهم وما عندكم تقللون من هذا الخبر رغم أنه مو كفاية يتكلمون عنه. لأن إذا تذكرون من إيلون ماسك ووقف البيع بالبيتكوين قال تعدينها مضر بالبيئة وكذا، ونزل السوق بوقتها تعرفون تذكرون إيش قال، من ضغط عليهم؟ بلاك روك. نعم، يعني عندهم نسبة كبيرة من الاستثمار بتسلا، تصور فترة 35-40 مليار دولار، يعني صوتهم كلش مهم بالشركة. ذلك من يغيرون بلاك روك موقفهم من الكريبتو ومن بيتكوين بهذا الشكل، هاي الدفعة قوية للبيتكوين. بس خلي نحسبها بالأرقام. منصة ألادن اللي هي مثل جزء من بلاك روك بيها 40 تريليون دولار من الاستثمارات. تخيل ايش قد ضخمة. وبعدين تدخل بالكريبتو. احنا دائما نقول يعني لا تستثمر هواية بالكريبتو لان بيها مجازفة، واذا استثمرت حط قليل بيها، مبلغ قليل من المبلغ اللي انت مخصص للاستثمار. يعني مثلا اذا عندك 10,000 دولار وحطيت 1,000 دولار هاي يعتبر 10%. زي اذا حطيت 2.5% يعني 250 دولار فقط من 10,000، ومو مبلغ كبير اذا نزل، واذا صعد يعني زين بيخوش ربع. هسه فكر بألادن وبلاك روك، اذا 2.5% من الأربعين تريليون دخلت بالبيتكوين، هذا يضيف تريليون دولار للبيتكوين. هذا إذا صار أوتوماتيكيا سعر البيتكوين نظريا يصير 50,000 دولار. بس تعال لوقف هنا، يعني احنا عندنا هودلرز أكثر من نص البيتكوين محفوظا ما موجود للبيع، ما يبيعوها، ينتظرون توصل الأرقام القياسية 500,000 والمليون اللي دائما يتكلمون عنها. الموجود يقولون فثلاث 4 ملايين من 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 مجموع شقد 16-17 مليون، هاي سيولة، وعندك تريليون دولار اللي دون دخلون بها. فتوقع فكر انت من عندك شقد ممكن توصل على هالحسابات. خلي اعطيكم توقعاتي الشخصية لسعر بيتكوين. اتصور منا نهاية السنة بيتكوين على الاقل يعبر ال 30,000 دولار، والايثيريوم مو اقل من 2,500 و 3,000 دولار اذا مشت الامور مثل ما هي، والتضخم شوي شوي يبدي يقل، السي بي اي يقل، والفد شوي يهدأ. بس على المدى البعيد هنقول 5-8 سنين تشينجلي تحلل السوق وتقول انه متوقعين بيتكوين ل 900,000 دولار منها سنة 2030، والايثيريوم يوصل 50,000 دولار. فإذا تسمع لهم وتفكر بعيد، هذا معناه 38 اكس منها 8 سنين، اللي ماكو احد ممكن يعطيك هاي النسبة باي استثمار. على الاقل يعني ما اقدر افكر بشيء، يمكن تجارة مخدرات او طرق غير قانونية، بس ما اعرف انا ما مشتغل بها. بس اذا مو 38 اكس، اذا 10 اكس هم ال 25,000 دولار صار 250,000، وإذا التضخم كان
100% هم تربحوا هواي. بس الحكي مو بيتكوين، الحكي بالعملات اللخ اللي راح تصعد اضعاف واضعاف يعني ويا حركه السوق. طبعا اكو مشاريع تتفلتر وتختفي وتطلع من السوق، بس اذا توزع استثماراتك اكيد الخطوره تقل. لا تنسون تشتركون بتويتر سوالف كريبتو اللي هو موقع لاخبار عالم العملات الرقميه، وتابعوني حسابي على حسابي بتويتر. وخلينا نرجع نشوف هذا الفيديو سنه 2030 اذا بقينا عايشين نشوف البيتكوين يوصل مليون لو لا. تداول عندما يتداولون. هل أنت مبتدئ وما زلت تتعلم الأساسيات؟ أم أنك لا تمتلك الوقت لمتابعة السوق؟ لا عليك، مع إيفست سكابي تريد بإمكانك نسخ أداء أفضل المتداولين لحظة بلحظة. ستنسخ صفقاتهم في حسابك 100% لتحقق لنفسك ما يحققه أفضل المحترفين لأنفسهم. إيفست، الأرقام تحسم.